تنظر السلطات الأمريكية في عدد من الشكاوى ضد شركة مرسيدس حول عيب في ضوء إشارات وفرامل بعض سياراتها، وبدأت الإدارة الأمريكية للسلامة والمرور تحقيقاتها في طرازات مرسيدس المصنوعة بين عامي 2008 و2009 بعد تلقيها 21 شكوى في هذا الإطار من دون الإشارة إلى أي إصابات، وقد يؤدي ذلك إلى استدعاء أكثر من 218 ألف سيارة إذا ثبتت الادعاءات.